القصائد التي تعبر عن روح شاعرة تعبر عن هذا الواقع. معنا اليوم الشاعرة والأديبة والقاصة المبدعة دوما والمتميزة دوما الأستاذة الدكتورة بلقيس الكبسي من اليمن، وسيكون في إدارة هذه الأمسية الشعرية أيضا قلم نابض بالجمال والحب وإحساس أروع وتعبير جميل، ألا وهي الأستاذة أيضا الدكتورة منى عيسى من كلية التربية الأساسية جامعة واسط، ستكون في إدارة هذه الأمسية الشعرية. وأنا أدرك أن اليوم ستكون من أجمل أماسي منتدى الضاد العربي، حيث يجمع الجمال مع الرقي والترف في إعداد وترتيب هذه الأمسية الشعرية. أهلا بالحضور الكريم، سعداء بتواجدكم معنا، سعيدة أن أكون دائما أن أكون بينكم، وأيضا سعيدة أن يكون هذا الحضور لمنتدى الضاد العربي. أرحب بكم كل الترحيب. أترك الآن المنصة إلى المبدعة الدكتورة منى لإدارة هذه المنصة وإدارة الحوار مع شاعرتنا المبدعة دكتورة بلقيس، فأهلا وسهلا بكم. نعم، شكرا، شكرا جزيلا للأستاذة الكبيرة وسام خالدي على ما أطرت به علينا، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية مسائية محملة بأريج الورد والرياحين إلى كل الحاضرين مع حظ الألقاب والمراتب العلمية. مرحبا بكم في رحاب منتدى الضاد العربي، وهو يحيي أمسية جديدة من أماسيه برعاية كريمة من لدن أكاديمية إثراء المعرفة ومنظمة الصداقة الدولية في مملكة السويد. حياكم الله جميعا أحبتي. أنا محدثتكم دكتورة منى عيسى هاشم، سيجمعني حوار أدبي شعري مع شاعرة مبدعة هي الدكتورة بلقيس الكبسي، وأتساءل ما الذي سأضفيه على أمسية تعبق برائحة الشعر وتفوح بعذب الألحان؟ كيف ستعاطى مع شاعرة حملتها أمواج الغربة بعيدا عن وطنها، فحلقت وحلقت بين حرف وقصيدة وقصة ورواية ومسرحية لتصنع كرنفالا من سلام وحب وأمل. شغفها الحرف فأصبح محرابها، تتعبد وتصلي لتنعش القلب. إنها ضيفتي وضيفتكم دكتورة بلقيس الكبسي من اليمن الشقيق. باسمي وباسمكم جميعا أرحب بها أجمل ترحيب. وقبل الخوض في جنبات أمسيتنا، اسمحوا لي بقراءة شيء عن سيرتها العلمية. الدكتورة بلقيس أحمد الكبسي دكتوراه تخصص عام التواصل وتقنية التعبير، التخصص الخاص الأدب العربي الحديث، ماجستير تخصص عام في مناهج وطرائق التدريس، التخصص الخاص تطوير مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها. 10 سنوات خبرة في مجالات الإعلام والصحافة، شاعرة وقاصة وروائية وكاتبة مسرح، مدربة واستشارية في التنمية الذاتية والتطوير التنموي والمجتمعي، باحثة في مجال التطوير التربوي والتعليمي والأكاديمي، عضوة في كل من الاتحاد الدولي للغة العربية، اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، نادي القصة في المقهى، منتدى وحي، شبكة الرائدات العربيات، رابطة كاتبات المغرب، ورئيسة رابطات الكاتبات العربيات المقيمات في المغرب، عضوة الاتحاد العالمي للشعراء في المغرب، وعضوة في مجموعة من المنتديات الأدبية والثقافية. لها العديد من المقالات الصحفية اليمنية في الصحف اليمنية وفي مختلف البلاد الأفريقية. لها نشاطات ومشاركات وحضور في فعاليات أدبية وفكرية ومؤتمرات علمية وأكاديمية، كل من جامعة الإنيا في علاء الدين كيكوبات في أنطاليا بتركيا، والمعهد العالمي للتجديد العربي في مركز الدراسات العربية والإفريقية في جامعة الجواهر لآل نهرو في نيودلهي في الهند، جامعة المدينة العالمية في ماليزيا، الأكاديمية الأمريكية،
ومجموعة من الأنشطة والندوات والمحاضرات في كل من مؤسسة سفراء الحرف ورايت شوز والفهرس العربي وغيرها، حاصلة على العديد من الجوائز الأدبية اليمنية والعربية، منها جائزة الدكتور عبد العزيز المقالح عام 2012، جائزة صنعاء للثقافة والفنون 2012، جائزة رئيس الجمهورية للشباب للنص المسرحي 2010، تكريم مؤتمر القيادات الشابة الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت 2010، جائزة رئيس الجمهورية للشباب في مجال القصة 2009، جائزة المسابقة الثقافية في مجال القصة جامعة صنعاء 2009، وجائزة المهرجان الرابع لاتحاد شباب اليمن في عدن 2008. أيضا نالت جوائز أخرى كثيرة لا يسعني المجال لذكرها، وآخرها كان تكريم مؤتمر بابير في تركيا عام 2019. لها إصدارات وإسهامات في مجال القصة والشعر والمسرح والرواية، ومنها حكاية كل ليلة عام 2010 وهي مجموعة قصصية، أزمة قدوة 2011 وهي عبارة عن مسرحية كوميدية درامية، عندما حل المساء في 2012 مجموعة قصصية، همس الورد لأشواك القبيلة 2013 مجموعة قصصية وشعرية، ثلج أحمر عام 2014 ديوان شعري، نبضات شاردة 2014 أيضا مجموعة شعرية وهي على شكل ومضات على شكل هايكو تناقش عدة قضايا بأسلوب هادئ ساخر. ثم تورد يحترق 2016 وهو ديوان شعري، عنيدة كالشمس 2017 وهي مجموعة قصصية، رائحة القرنفل 2018 وهي مجموعة شعرية عاطفية وشعورية ووطنية، وأخيرا نزوة قابيل 2019 وهي رواية واقعية لأحداث الحرب على اليمن. رحبوا معي بضيفتي وضيفتكم الدكتورة بلقيس الكبتي، أهلا وسهلا بك ضيفة العزيزة علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا عزيزتي دكتورة منى على هذا التقديم الرائع، بضع منك هذا التجلي ويليق بك كل هذا البهاء. بسم الله المعين وبه نستعين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين. الحضور الكريم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءكم ألق. دكتورة منى تسمعيني؟ نعم. مساءكم الصوت قرب المايك أكثر دكتورة بلقيس لو سمحتي. الآن واضح؟ نعم الصوت بعيد. الحضور الكريم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءكم ألق، مساء سليل بالشعر، نديم بالبوح حرفا ومعنى. بداية اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأساتذة الأفاضل القائمين على هذه الأمسية الشعرية الأثيرية، كل باسمه وصفته ومكانته. وأخص بالشكر الأستاذة المتألقة والمتجددة الدكتورة وسام علي الخالدي، رئيسة منتدى الضاد العربي، والأستاذ الدكتور يوسف المشهداني أكاديمية إسراء المعرفة. هي أيضا للأستاذ الدكتور سمير الجبوري نائب رئيس منظمة الصداقة الدولية والمشرف العام على أكاديمية إسراء المعرفة. وأخص أيضا به الأستاذ السيد علي وساف رئيس منظمة الصداقة الدولية. الحضور البهي جميعا أينما كنتم وحللتم. كلنا في البعد ننأى، لكننا في الود أقرب. لكم مني تراحيب بوح معطر بأريج حروف بازخة،
مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع إلى هذه الأمسية الزاخرة بكم. أهلا وسهلا بك دكتورة بلقيس. سنبدأ حوارنا معا. عنيدة كالشمس مجموعة قصصية صدرت عام 2017. العتبات مثيرة لديك دكتورة بلقيس، والعنوان عتبة نصية. تصفين تحدي الأنثى وعنادها ضد كل ما يعيقها بعناد الشمس. تقولين هو عناد بلا عنف، عناد مشتهى. لما اخترت مفردة الأنثى ولم تقولي امرأة أو المرأة؟ عزيزتي الدكتورة منى، شكرا على سؤالك. وما الأنثى إن لم تكن إياك؟ ماذا أقول في حضرة استفسارك الجميل؟ ولكنني سأحاول الإجابة عن سبب اختياري لهذه المفردة المشاكسة. نعم، اخترت مفردة الأنثى، وبلا شك اخترتها لأنها لفظة تليق بالجميلاتي، لفظة تليق بالجميلات والقويات، لأنها وأكمل وأكمل. الأنثى دكتورة بلقيس، سادة الحضور لو سمحتم يرجى غلق المايكات رجاء. أنا أسمع تشويش. أي نعم، كان هناك مايك مفتوح. نعم تشويش، تفضلي دكتورة. أخبرتك سابقا. نعم، والحضور الكريم، اخترت مفردة الأنثى وبلا شك لأنها لفظة تليق بالملكات والجميلات والقويات، لأنها لفظة ذات مفهوم أوسع وأشمل وأكمل. الأنثى لفظ يحمل في طياته معان كثيرة: الحب، الجمال، الدلال، التحمل والاهتمام والحب. اختفى الصوت مجددا دكتورة بلقيس. أنا أسمع تشويش من عندي. العبارة الأخيرة لم تسمع. العبارة الأخيرة. نعم سأعيدها. لفظ الأنثى يحتمل عدة أوجه، فكل أنثى هي امرأة، وليست كل امرأة هي أنثى. نعم. وبمناسبة هذا المقام الذي كان مقاله الأنثى، اسمحوا لي أن أهدي باقة ورد نثرية لكل أنثى على وجه هذا الكون. هي رسالة اكتفاء ليس إلا، أقول فيها: لأنثى كفاكهة الجنان، كوني نادرة التبول، أقبلي أبواب السأم، لا تنحدري نحو الملل. دكتورة بلقيس. نعم، أنا في تشويش في الصوت. نعم، تعرفين دخول المشاركين بيعمل عند الدخول. اي نعم. الآن واضح؟ نعم واضح الصوت. اقرأ النص من جديد دكتورة بلقيس لكي يسمع. بكل سرور. أهديه برقية لكل أنثى وأقول فيها: لأنثى كفاكهة الجنان، كوني نادرة التذوق، أقفلي أبواب السأم، لا تنحدري نحو الملل، فكل متاح مباح، التخمة غير مشتهاة، لأنثى بنكهة الاستدامة. جميل، أحسنت. الوفرة داء ووباء، والندرة دواء واكتفاء، لذا كوني أنثى نادرة
لا تمل ولا يكتفى منها. الله أحسنت يا عزيزتي. الأمل لديك يحمل طعما مختلفا، إنه محمل برائحة القرنفل، وهو عنوان مجموعتك الشعرية التي صدرت عام 2018. من بين تلافيف الغربة وفي عتمة فقدك للأهل والوطن، نبض قلبك مترعا بالمطر والربيع باحثا عن نقطة ضوء. كيف حدث هذا معك؟ عبري لنا عن تجربتك بنصوص شعرية لو استطعت. عزيزتي دكتورة منى، كان الرد فعليا نكون ممتنين لك دكتورة بلقيس. ماذا؟ نعم لو كان الرد شعري نعم يكون بإذن الله. أقول عزيزتي السامية، جسدت النبضة فعرفت مكمن الألم، ولكن مهما تطاول الألم يظل الأمل هو الحاضر. ونزولا عند رغبة السؤال سأجيبك والحضور الكرام ببضع مقتطفات من ديوان الأمل، وهو ديوان رائحة القرنفل. أقول فيه: في الأفق ثمة فرح ما، وضيف يغمرني بالأمل، سأرتديه كيفما أشاء. ما زال نبضي دافق وفي خافقي ضياء، ما زلت على قيد الرجاء. أمل آخر أبعثه حروفا تقول: أنا ابنة الغايات في غربتي، أنا ابنة الشمس لا أم لي ولا أب مثل ضياء البهي، ولا ضعف لي سوى قوتي، وإني وقلبي وحرف جلي، خلقنا ثبوتا ولن ننثني. سأحيا حمادا لقهر الحروب. سأحيا عنادا لقهر الحروب، وإن هشتني نياب الخطوب، وإن عذبتني كما الأنبياء، وإن ألحقت بي كل العناء، فأمضي على وارفات التأني، وإني على شامخات التحدي، أسمع ما شئت من حاضري، وأنحت صبرا خذ قادمي. لعلي دكتورة. جميل جدا. شكرا لك. قرأت ذات مرة لرسامة مكسيكية تقول: لماذا أحتاج إلى الأقدام إذا كنت أمتلك أجنحة أطير بها؟ أعتقد أنك امتلكت تلك الأجنحة على الرغم من كل الصعوبات. كيف حلقت؟ بجناحي الشعر أم القصة؟ أم تغلب عملك الأكاديمي على كليهما فحلق بك في أصقاع الشعر والقصة؟ فعلا عزيزتي، ما حاجتنا بالأقدام ولدينا أجنحة، ولدي أنا أربعة أجنحة، سردا وشعرا وقصا، وجناح رابع هو البحث الأكاديمي. لذا عندما تتعثر خطاي في مآزق الدروب، أبسط حروف أجنحتي شاسعات الفضاء وسعة المدى وأحلق. عزيزتي الدكتورة منى، قد أعجبتني هذه المقتطفة التي استشهدت بها، وسأجيبك سردا وشعرا. سأبدأه بنص سردي أحلق معكم في جنباته، أقول فيه: الثالثة خيبة بعد الإخفاق بتوقيت الخذلان، تتشكل جغرافيا جديدة ومرهفة على تضاريس أرواحنا المرهقة، يابسة عائمة وظمأ غارق، خرائط بلا مساحة
ترسمنا خرابتها، تحررنا من قيودنا وتتضامن معنا، تضمد جروح قلوبنا، تهمس في رفيف أرواحنا. يليق بكم سعة المدى، اخلعوا أسمال الوجع وارتدوا سمو وحلقوا، سيمنحكم الزهو جناحي براق. سأحلق أيضا بجناحي الشعر ببضع أبيات أقول فيها: سأخفو يا سهاد الوجد على سطر الحرف الحنون، وأعب من كأس القصيد رشفات همس من جنون، وأطوف بكل قارات الولا على بساط القلب بكاف ونون. أحسنتي، أوجعتي قلبي. شكرا لك. الحب يتخذ أشكالا مختلفة في كل مرحلة من مراحله، لكنه يبقى حبا في جوهره. ما شكل الحب لديك؟ أنا قرأت تقولين: مثقلة بالحرب مثخنة بالحب، والحب غلب لأنه رفيق النقاء. ما شكل الحب لديك دكتورة بلقيس؟ يا عزيزتي، وضعتني في السؤال الفخ، ولكني سأجيبك. فعلا الحب له عدة أشكال حسب كل مرحلة من مراحل أعمارنا وحسب تقلبات الحياة، لكنه في الأول والأخير يبقى حبا. ومع ذلك الحب عبادة، من لا يحب هو جلمود بلا قلب. الله محبة، خلقنا بحب، علمنا المحبة وأوصانا بها. له وجوه لا ينحصر. والحب لدي له وجوه عدة لا ينحصر في حب واحد أو ذات بعينها. الحب لدي ذو شأن وسمو: حب الذات، حب العائلة، حب الوطن، حب الوطن. وحب كل من يستحق أن يكون هذا القلب في هذا القلب. قلوبنا ملكية، قلوبنا ملكية، لا تخلو أن يكون. دكتورة منى، الميكروفونات مفتوحة. تسمعين الآن؟ نعم عزيزتي، الآن الصوت واضح. نعم. حب أيضا كل من يستحق أن يكون له نصيب في هذا القلب. قلوبنا ملكية ولا تقبل أن يسكنها سوى النبلاء خلقا وخلقا ورقيا. أما بالنسبة للحب في أبجديات المشاعر ونبض الحروف، فسأقول حبا في بضع أبيات. ألا تدرين يا يمناه بأن الحب لك يا نبض لهذه الروح تنزيل، وفيك البوح وكبداه لوحي القلب جبريل. وبمناسبة الحديث عن خلاجات الشعور وارتباك القلب وخفقاته تحت مسمى بند الحب، سأقرأ أيضا مقتطف من نص أقول فيه: كل الأشياء من حولي مملة،
وحدها. وحدها ابتسامتك المشاكسة تحدث فوضى في قلبي وتأسر. مجاهرة سأبوح لك بسر، هذا القلب أصيص حب وأنت بذرته الفريدة، فانزرع فيه كيفما تشاء وأثمر. جميل جميل جدا جميل. لمست أقفالنا بحرارة ما قرأت. اسمحي لي أن أكون زائرة في حضرة أوجاعك يا عزيزتي، أوجاع تنحت في جدران الذاكرة وتوشم في معصم القلب. غياب الأحبة كيف واجهته؟ هفت الذاكرة فغلبها النسيان، أم إن للفقد ذاكرة تأبى أن تغادرنا؟ نعم عزيزتي، ماذا أقول؟ فعلا الذاكرة أحيانا تواصل يا عزيزتي. معك دكتورة منى. نعم فيه على سؤال يثير الشجن ويجث على مكمن الجرح. الحزن ألم ووجع، آهات تنحت نخاع القلب. الذاكرة دكتورة بلقيس، تسمعيني دكتورة بلقيس؟ معك عزيزتي، معك. نعم صوتتي. نعم الصوت. نعم الآن. للفقد ذاكرة، تسمعيني الآن؟ نعم. للفقد ذاكرة تأبى الرحيل في حضرة الوجع. الأحداث المثخنة ألما تنحت في جدار الذاكرة وتوشم في معصم القلب. قد تأخذ لها غفوة مناضل، لكنها تتقد حد العبث. الفاجعة إذا اشتدت وطأتها قد تثلب العقل وتفصه على الذاكرة. وبين جدلية محاولة النسيان وحضور الذاكرة لي بوح عن النسيان، اسمحوا لي أن أقول فيه: الوقت. الوقت مستلق على راحتيه، يتثاءب بملل وهو يحدق بذراعين مصلوبتين في عقارب ساعة حائطية تحبو برتابة. الغيم، الغيم يرتدي معطفه الأدهم. السماء، السماء تداهم الأرض بدموع حرة. وقلبي، قلبي يعض على شفته بوجع، يتفند فكازة كثامة مكسورة، يتسند عكاز ابتسامة مكسورة. يخطو وجعين واستكانة، يستلقي بجوار صمتي ويعلمني أبجديات النسيان. عزيزتي دكتورة بلقيس، أحزانك حتى أحزانك تأخذ شكلا آسرا وجدا. قال أحد الشعراء: أحيانا تحتشد الكلمات وتسد علي الطريق إلى القصيدة. هل سبق وأن حدث مثل هذا معك أثناء كتابة الشعر؟ نعم عزيزتي، فعلا عندما تحتشد الكلمات تربك البوح، تتواطأ الحروف مع جنس أدبي دون غيره. قد يكون الشعر أو السرد، وأحيانا يسيطر الصمت على المشهد، وهو بذلك أصدق وأجدل تعبير. الصمت تعليق التعليق،
بل أصدقه وأبلغه. الصمت في زمن الضجيج صديق حميم، يرافقك ويكبر معك، يعلمك كيف تمارس الهدوء، كيف تهدهد وجعك، كيف تهذب ألم غربتك وتعانق وطنا بأسره. الله فعلا الصمت رفيق حميم، لكننا لا نستطيع أن نصمت في حضرتك، لابد من الكلام. نزوة قابيل، نزوة قابيل تعد رواية الساعة والزمن العربي القاسم. أتمنى على الأخ عبد القادر، أستاذ عبد القادر، يعرض الباوربوينت الخاص بالرواية نزوة قابيل. عزيزي، نزوة قابيل تعد رواية الساعة والزمن العربي القاتم بقلم عربية مكلومة. هذه قراءة الناقد المغربي محمد خريف. حدثينا عن هذه التجربة، عن تجربتك الروائية. نعم عزيزتي، جميل هذا الاقتباس من رواية نزوة قابيل، مثقلة بالحب، مثخنة بالحرب، والحب غلب لأنه رفيق النقاء، حيث تتضافر أسرار الخلق وعجائب الصنع لخلق أسطورة الحب، لأن كل ما في الكون خلق بحب. تجربتي في كتابة رواية نزوة قابيل تجربة فريدة من نوعها، هي تجربة أليمة وسعيدة في الوقت نفسه، كما جمعت في متناقضاتها ثيمتي الحب والحرب، أيضا جمعت في تجربتها شعور الألم والسرور. أن تكتب رواية في ذروة الألم يعني أن تسفك معها دمك وجروحك وأوجاعك وآهاتك، أن تكتب بعين الحقيقة ولا أصدق من لحظة الألم شعورا، إنها لحظة التجلي والصدق. أن تكتب في العتمة بحروف تشق طريقها في الظلام، تنزف حبرا بينما صرخاتك المدوية لا يسمعها سوى صدى روح. نزوة قابيل هي سفك حبري يمتزج بدماء الضحايا المنتهكين، وأنا أحدهم. حرب تبتلع وطن، حب أضاعته المآسي الحرب، سنوات عبث تسلط سنح له التثيب أن يتمرد فسادا، انتهاك لم يجد من يردعه، سلب بالقوة، ضياع للحقوق، دروب تائهة، ومع ذلك جبر كريم كان حاضرا في المشاهد جميعها. نزوة قابيل هي ملحمة قلب ومحنة زمن، هي تغريبة حب وحرب، هي صرخة وطن، هي محاولة للبقاء على قيد الترجي، تصوير لانتهاك الوطن المقدس وحقد الناقصين وأطماعهم، وخيبة أبناء يبيعون أوطانهم ببخس. هي تعبير عما تبقى من ثبات وعتاد، هي الاعتزاز بما تبقى من زمن النخوة. وفي هذا المقام الذي لا يسعني فيه أن أسرد حتى اختصارا أحداث الرواية، لذا سأكتفي بنصين قصيرين، أحدهما يعبر عن ألم الحرب وآخر يربت على القلب بأمل، بأمل الحب. في النص الأول أقول: لا شيء يقهرني في عيدك السنوي سوى أنك عربي، والجرح عربي والصمت مهانة العربي. لا شيء يوجعني في عيدك السنوي سوى الأشلاء مكفنة بخيانة العربي. يتوارى العيد خجلا. الله أكبر، الله أكبر، 75
عربي ينحر العربي. رسالة حب أيضا، أنتقل إلى تهمة أخرى، تهمة حب ارتكبت بحبر الألم، بحبر الأمل. أقول فيها: قديس، قديس أنت يا وطني وملهم الأعظم، متورط، متورط فيك قلبي حتى منتهى النبض. أعترف، أعترف هذه تهمتي ببادغ الإصرار والتودد. شكرا. شكرا، شكرا لك يا عزيزتي. شكرا لك يا ترونة. قصة أخرى من القصص التي قرأتها، رمس سهاد. راويها راو عليم بضمير المتكلم، يعيش الأحداث المسرودة ويرويها من وجهة نظره هو، من وجهة نظره هو. حين تتبعت صوت الراوي في القصة وجدته عليما بكل شاردة وواردة، ولا أدري إن كنت محقة في رأيي هذا أم لا، لأني غير متخصصة حقيقة في هذا الجانب. نعم، هذا وأنت غير متخصصة عزيزتي دكتورة. آهن من عينيك. أنا متذوقة، لست متخصصة حقيقة. نعم فعلا عزيزتي، قصة رامسي سهاد هو راو عليم بضمير المتكلم، وهو يسرد الأحداث ويعلم خفاياها، ولكن اسمحي لي، أنه ليس بالضرورة أن يكون النص القصصي أو السردي أو حتى الشعري نصا سياريا أو ذاتيا يعبر عن كاتبه. كان في بالي أن أقول بأن هل هو نص ذاتي، يعني نص سيرة ذاتية. سأخبرك. هو الكاتب يكتب ويجسد أحداث وقائعه في محيطه، حياته، مجتمعه، أحداث يومياته. فعلا هو قد يحشر ذاته في بعض السطور ويتجاسر، وهو يروي أحداثا بضمير المتكلم أو الراوي العليم. لماذا؟ بالنسبة لي، من منطلق الإحساس ببطل القصة أو بطلة القصة، لكنها في المجمل قد لا تكون سيرة ذاتية تخصني أو تعنيني، ولكني أحاول أن أتقمص شخصية لأحس بإحساسها وأشعر بشعورها. وكأن الشخصيات تتقمصك، يعني تتلبسك. أنت تتقمصين الشخصية. نعم، أنا يتلبس الآخر. اي نعم نعم، فعلا انا لاحظت هذا، يعني تتلبسك الشخصيات بطريقه عجيبه، تعبرين عن دواخلها بطريقه دقيقه جدا. شكرا لملاحظتك، شكرا، واسعدني سؤالك فعلا، وانت ناقده فاحصه، تباركتي عزيزتي. لا 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 ارقى الى هذا المستوى. انا متذوقه فقط. عزيزتي، تشدين قارئتي منذ الوهله الاولى، من اول سطر يظل مترقبا متلهفا لما سيكون، وفي اخر سطر تباغتينه بحدث ما لم يكن في الحسبان. يعني لما قرات قصتك فانتازيا، حدث هذا معي، يعني كانت في النهاية كانت مجرد كابوس، لكن عشت أحداث القصة وكأنها قصة، يعني أحداث يعني متتالية، وفي النهاية اكتشفت غير ذلك. هل ممكن أن توضحي لنا هذا؟ يعني هل تتعمديه أم أن القصة بشخوصها وأحداثها هي التي تسيرك؟ نعم فعلا، قصة فانتازيا يد مجهولة تعصر قلبي ويقطر القلق مبللا جداره، التوجس يمارس هوايته المعتادة، أعصابي تحولت إلى حديد صلب، الحيرة بجواري تمارس هوايتها، قلقي يترقب حدثا ما، حياتي التي ترتل بخشوع ومؤانسة بجواري لتخفف ما بي من ترقب. الصوت دكتورة بلقيس لو سمحتي. نعم
أنا أسمع تشويش لذلك أصمت. نعم أي نعم. وفي الآن قصة فانتازيا قد نقول أنها قصة سيرية فيها ما فيها، فعلا هي فانتازيا من الأحداث التي مررت بها في الغربة، ولكن حاولت أن أخرج نفسي من النص بحيث تكون قصة تعبر عن وجع ما، عن ألم ما، عن قلق ما. وهذا هو السؤال التالي. قرأت لك في القصة تقولين: الحيرة بجواري تمارس هوايتها، قلقي يترقب حدثا ما، آيات الحفظ ترتل بخشوع، وما أنسة بجواري لتخفف ما بي من ترقب. ما الذي يقلق بلقيس الإنسانة والأديبة التي تمارس كتابة كل الأجزاء الأدبية؟ ما الذي يقلقها؟ يا عزيزتي هذه هي قصة فانتازيا فعلا، فعلا هي تمثلني في بعض سطورها. نعم، كانت بلقيس تعيش في دوامة القلق نتيجة أحداث ما مرت بها وكانت مؤلمة جدا جدا، لكنها مارست التوكل بإتقان بعد أن أكتشف عند الفحيم. الصوت أنا عندما أسمع وشيش أصمت. أي لا هذا هو رفيق الحميد. قلت لك كانت تعيش فعلا في دوامة وقد جسستي على الوجع فعلا ولمست الألم نتيجة أحداث ما مررت بها، ولكن بلقيس مارست التوكل على الله بعد أن أدهشها لطفه عند الضعف وجبر الله عند الكسر، فسكن اليقين قلبي. فعلا كان هناك قلق ما لكنه اندثر. نعم لمست هذا فعلا. والقلق خصوصا في الغربة يرافقنا ليل ونهار، ولكن القلق واليقين لا يجتمعان. عندما يغلب اليقين قد لا يعلم السامع بأن الدكتورة بلقيس هي من اليمن الشقيق وتعيش الآن مغتربة في المغرب. نعم نعم نعم. شكرا للتوضيح. فأنا أؤكد بأن القلق واليقين لا يجتمعان أبدا، عندما يغلب اليقين القلق فالحمد لله والمنة لله، يعني نتخلص من هذا الكابوس الحمد لله. دكتورة بلقيس، هل لديك شيء آخر أم نكتفي نكف عن هذا الكلام المباح؟ فقد دنت يعني أزف الوقت ودنت لحظة الختام، ختام هذا الحوار الشريف. هل لديك ما تقولين قبل أن نستمع إلى مداخلة الأخوة؟ نعم نعم تفضلي. فقط أنه تسمحي لي فقط في الأخير أشكرك عزيزتي السامعة، أشكر همسك الجميل وحضورك البهيج، شكرا لحفاوتك الباذخة والبوح الأنيق. عزيزتي الدكتورة منى، الأماني حليفك يا منى ورفيقك منتهى الأمنيات. اجتمعنا في هذا الفضاء الأثيري من أصقاع الأرض، نحمل في صدورنا أحلاما وأمنياتا وأوطانا ونرتحل بها. دخلنا في قراءات الخير نلقي بحدقاتنا في فضاءات الكون، ومع كل فجر نشهق رائحة أوطاننا الموجوعة، ومع ذلك تتلاشى الدموع، تتلاشى الأحزان والآلام في حضرة السوامق أمثالكم، السوامق الذين يصافون قلوبنا، يصافون قلوبنا بالرئام. إحساس جميل أن يحس بك الآخر،
أن يحس بوجعك وأن يشعر بما تعانيه بصمت. المشاعر الصادقة تقول كل شيء حتى وإن صمت. الرائعون جميعا، كلما ضاقت الأمكنة اتسعت فضاءات قلوبكم. السطع في قلوبنا والصداع في أدمغتنا، ولكننا مصابون بالانتماء. نتناقله عدوى بيننا كما نتناقل التصبر والتفاؤل والمحبة والأمل. لذلك ننتمي لكل شيء ينتمي إلينا وفينا، ولأننا ننتمي كنا هنا في أمسية فائضة بالانتماء. كل الود لزخم هذا البهاء. واسمحوا لي في ختام هذه الأمسية أن أختتمها بانتماء حتى وإن كان موجع. انتماء الأخير أقول فيه: يا غربة الوطن المشطة، يا غربة الوطن المشطة، أغربتي أرحم. أنا الظمآن بلا ماء، برمل القلب أتيمم وأصلي لأوجاعك بآهاتي وأترنم. يا لوعة القلب المدلة، تبسم، أنا حبرك، أنا حرفك، وأنت كتابي المعجم. شكرا جزيلا لحسن الإفقاء، شكرا دكتورة منى لتقديمك الرائع، شكرا.